السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد الدرس سهل ملاقية بالدرس المثلث أو الدرس المغلف. غندير لكم نفس الطريقة هذه، غادي نخدمها هنا ونوريكم كيفاش غادي نلاقيوها، وغادي نستعمل كذلك العقيق في هذه الخدمة هذه. تابعوا معايا الطريقة جيدا. أول حاجة غادي نديرو درس صغير، لكن نحاول نخدم شوية باش كل شي يفهم خصوصا المبتدئات. هنا غادي نضربو في وسط هاد العين، نضربو ضربة واحدة بهاد الشكل هذا، وترجعوا لهذا الراس اللي هنا عندنا. هترجعوا هنا غير هذا العين اللي كوننا في الاول. بهذا الشكل هذا، وترجعوا العين الاخرى. كل مرة غادي تزاد عندكم غرزة، كل مرة غادي تزاد. دابا هنا درناها جوج، هاد دابا غادي نديرو ثلاثة. هنا واحد، اثنان، ثلاثة. دابا هنا خاصكم تتابعوا معايا العملية جيدا. هنا نفس العمل قلت لكم قمت به هنا في هذا الصف هذا. صراحة هاد اللون اللي تحت ما واضحش، هنحاول انني نوضحه. كنتمنى ان الطريقة تكون واضحة، ان الشكل يكون واضح. هنا تبعوا معايا مزيان. من بعد ما كوننا هاد المثلث هذا غنستعملوا العقيق. انا غادي نستعمل هذا النوع من العقيق، هذا النوع. انتم ممكن تستعملوا اي نوع بغيتوا، اي حجم، ماشي بالضروره تستعملوا نفس الحجم اللي انا استعملت. ندخلوا العقيق هنا وغادي نشدوا في هذا القنت هذا، في هذا الراس هذا اللي منه. حاولوا تشدوها بهذه الطريقة وزيروها مزيان باش ما تبقاش تلعب بحال هكا بهذا الشكل. من بعد رجعوا نيت في نفس العقيقة. تابعوا مزيان، اول خيط معانا في هذا الجهة غادي نرجعوه في هذه العقيقة يعني. بهذا الشكل هاي العقيقة هنا ثبتنا العقيقه. غادي نرجعوا دابا اما نديروا درس مغلف بحال هذا او نديروا درس عادي. انا هنا ندير درس مغلف، هذه مغلفه تكون حتى جينا شويه العمل متناسق. بغيتوا ديروا كل شيء مغلف، يعني الدرس كامل مغلف، ديروه ماشي مشكل. بغيتوا ديروا كامل عادي ماشي مشكل. هذا الشكل هذا نبقاو دائما نرجعوا لهاد العين الاولى ونطلعوا الخيط. ها هو الخيط من هنا، من هنا هذه الدائره اللي داير عليها الخيط. ترجعوا دائما هاد الغرزه الاولى وتبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى توصلوا حتى لتحت. هنا اللي بغات تسائل على العدد، فالعدد هنا ما كيكون على حساب الخيط اللي انتي استعملتيه. انا هنا استعملت الخيط مبروم على ثلاثه شعرات، ممكن انكم تستعملوا الخيط على اربعة الا بغيتو ماشي مشكل. هنا دابا نتابعوا معايا مزيان، ملي وصلنا للراس ديال المثلث ناخذ عقيقه اخرى. ناخذ عقيقه اخرى وغنثبتوا
كذلك العمل في الجهة المقابلة بهذا الشكل هذا. هنا صيروا الخيط واحد شوي باش يجيكم العمل بشكل جيد، ونرجعوا كذلك بنفس اسلوب في العقيقه، نرجعوا فيها ونكونوا مثلث اخر. نكونوا هنا مثلث عادي، تابعوا معايا هنا الطريقه مزيان. بالنسبه للمبتدئات كنبغيو جوج تلويات، كنطلعوا الابره وترجعوا في هذا العين وكنجروا الخيط بهذا الشكل هذا. رجعوا نضربوا ضربه في الثوب، وهنا غادي نحسبوا العدد. هنا مثلا انا عندي واحد هنا في الراس، عندي اثنان، ارجع كذلك نفس فين ما تطلعوا طلعه كتزادكم عدد. يعني بحال مثلا انا استعملت اثنان، في المره الجايه غنستعمل ثلاثه. هنا حنا دابا غادي نطلعوا، غتلاحظوا ان غادي تزاد معانا وحده واحد، لان هنا دائما كتزاد هذه اللي في الارض اللي في الثوب. عذرا، اثنان هنا، ثلاثه. بغيت نطلب منكم يعني المتابعين، انا اسست قناه جديده خاصه بالكروشي. هذه القناه هذه صراحه كنت مخلطه فيها كل شيء، كروشي مع الراندم مع الخياطه. قررت انني كل قناه نديرها مختصه بحاجه واحده، هذاك الشيء علاش كنتمنى انكم تدعموني. غنوضع لكم رابط القناه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. فكنتمنى الدعم ديالكم، صراحة القناة مازال جديدة ومازال ما عنديش مشتركين. فاللي مهتم بمجال الكروشي تقدر انها تتابع معنا القناة، انا نحاول نوضع فيها دائما الجديد. هنا من بعد ما وصلنا الراس غنرجعوا لهذا المكان، شوفونا مزيان، هذا هو المثلث او الضرس المغلف، هو هذا. نجيو لهذا الجهة هذه، وهنا غادي نثبتوا العقيقة مزيان بشكل جيد. نرجعوا كذلك في العقيقه كما تعودنا، يعني نفس الطريقه غادي تبقاو مستمرين عليها. بالنسبه اللي بغات تخدم جلابه بالعقيق وتكون سهله، هنا ما نديرش بنفس الطريقه، هذا مغلف، هنا هذا عادي. انا عمدا بغيت ندير لكم واحد درس عادي ودرس مغلف باش تشوفوا الفرق ما بيناتهم. هو هذا الدرس عادي جدا، كنتمنى ما تبخلوش علينا بالدعم بالتعاليق بالاعجاب، وخصوصا الاشتراك معايا في القناة الجديدة. صراحة هي قناة نتوما راكم عارفين، قناة فاش كتكون جديدة راه كتكون يعني ميتة صراحة. هنا نرجعوا دائما الراس ديال المثلث، تستمروا بنفس الطريقه حتى توصلوا للنهايه ديال الملاقي اللي عندكم، الطول ديال الجلابه او القفطان. هاد الملاقيه صراحه كتجي رائعه ملي كتطلع وكتكمل، كتجي رائعه يعني، ودغيا تطلع ما فيهاش خدمه بزاف. استمروا بهذا الشكل هذا دائما. هنا مثلث مثلث، هنا انا استعملت مثلث عادي، درس مغلف، درس عادي. ثم تقدروا تستعملوا الطريقه اللي عجباتكم، اي حاجه ارتاحيتوا فيها فديروها ماشي مشكل. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم،